السؤال بيقول لك تلت التسعة كام؟ طبعا انت بكل سذاجة هتقول 3، ولكن اجابات الثانوية العامة دايما ليها رأي تاني. وبمناسبة الثانوية العامة تعالوا نفتكر مع بعض اغرب الاسئلة اللي اتسألت في الامتحانات. وطبعا دفعة 2013 عمرها ما هتنسى جمع كلمة وحي اللي في ناس كتير منهم جودوا وكتبوا وحوي وكتبوا ايوحة ودخلوا على اغنية رمضان جانا ونسوا الامتحان خالص. وعندك كمان في سوريا اللي استغلوا الترند بتاع صلاح وراموس وجاب قبول الطلبة السؤال بيقول اذكر 4 أسباب تقنن العنف الكروي. اما بقى لو رجعت مصر تاني فهتلاقي عندك مثلا في كلية الالسن اللي جابوا لهم الحوار اللي كان داير بين حزلقوم وسراج باشا، وكان مطلوب من الطلبة انهم يترجموا الحوار ده للغة الانجليزية. ده غير كمان السؤال اللي كان بيسأل الطلبة عن اسماء ابطال سلاحف النينجا، واللي مش بيستخدم سوشيال ميديا كتير ممكن يتضر، لان في سؤال كان بيقول من هو مالك فيسبوك. وعايز اقولك ان في ناس ما جاوبتش على السؤال ده اصلا لانهم ما يعرفوش مارك زوكربيرج. وكان في كمان جمع كلمة زهرة وجمع كلمة اخطبوط وجمع كلمة حليب. ده غير الاسئلة اللي بتيجي في مادة الرياضيات اللي بيقولك احسب سرعة الكورة من وقت خروجها من قدم اللاعب وحتى وصولها للشبكة، في حين ان الهواء وقتها كان بسرعة كذا، وان اللاعب كان لابس رقم كذا، وان المدافع ما كانش في المود، وانت عليك ان انت تلم ده كله وتحله. قول لنا انت بقى اغرب سؤال عدى عليك في امتحانات الثانوية او امتحانات الجامعة.